طاعة النبي أو الشهادة بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله لها مقتضيات أربعة أذكرها سريعا سردا في هذه الليلة، وإن شاء الله أعيدها في الدرس القادم بشيء من التفصيل. قالوا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لها مقتضيات ومستلزمات. الأول طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، والرابعة ألا يعبد الله إلا بما شرع. طاعته فيما أمر، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واجتناب ما عنه نهى وزجر، أيضا نفس الآية ونفس الحديث الذي ذكرت آنفا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. طيب تصديقه فيما أخبر، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن كثير من المغيبات، أخبرنا عن الجنة والنار، أخبرنا عن عذاب القبر، أخبرنا عن أهوال يوم القيامة، أخبرنا عما يكون في آخر الزمان من الفتن، أخبرنا عن أشياء تتعلق بالأمم السابقة التي كانت قبل الإسلام من بني إسرائيل وغيرهم. فلا بد أن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه حدثني الصادق المصدوق، يعني هو صادق الصادق المصدوق، يعني بأنه لا يكذب على الله، ينقل عن الله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من التصديق به. آخر شيء من المقتضيات هو أن لا يعبد الله إلا بما شرع،